بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم إن شاء الله هنتكلم فيها على Enteral and Parenteral Nutrition Support، نوع من أنواع الدعم التغذوي، وهو عبارة عن التغذية الأنبوبية أو التغذية الوريدية. طبعا في بعض الأمراض ممكن يصير في عندي تداخل مع عملية تناول الطعام أو حتى الهضم والامتصاص، بحيث أنه يكون صعب من خلالها أن المريض يتناول الأطعمة التقليدية عن طريق الفم اللي بتمده بالعناصر الغذائية وحتى احتياجاته من الطاقة. في هاي الحالات احنا ممكن نرجع الى نوع من انواع الدعم التغذوي والنيوتريشن سبورت، بحيث انه نقوم بعملية توصيل للنيوتريانت او حتى الانرجي ريكويرمنت عن طريق ما يسمى الانترال نيوتريشن او حتى البارنترال نيوتريشن. تمام. في الانترال نيوتريشن هو المقصود فيها اعطاء العناصر الغذائية عن طريق القناة الهضمية، يعني استخدام القناة الهضمية في توصيل النيوترينت بشكل أساسي للجسم. طبعا في الانترا نيوتريشن إذا كان عندي المريض قادر على تناول الطعام، ممكن أنا أن تستخدم اللي هو الأورال دايت، أورال دايت أو حتى استخدم السبلمنت بشكل عادي. لكن في معظم الأحيان الانترا نيوتريشن بنستخدم أو بيطلق المصطلح هذا على اليوتيوب فيدينج، او ما يسمى به هو التغذية الأنبوبية، بمعنى انه توصيل اللي هو الطعام او النيوتريانت بشكل مباشر الى المعدة او حتى الامعاء الدقيقة عن طريق استخدام اللي هو نوع من انواع اليوتيوبس او اللي هو الانابيب. بالمقابل في عندنا البرنترا نيوتريشن اللي هي عبارة عن التغذية الوريدية. في التغذية الوريدية هان بيتم تزويد المريض اللي عندي بالنيوتريانت عن طريق الاي في او اللي هو الانترافينوس. طبعا هدول المرضى اللي بياخدوا النوع من انواع التغذيه هاي والتغذيه الورديه بشكل اساسي ما بيكونش عندهم اللي هو فانكشنال جي اي تي، يعني القناه الهضميه مش شغاله بشكل طبيعي، يعني في عنده مشكله في الهضم وايضا في مشكله يكون عنده في الامتصاص. طبعا اذا كانت عندي القناه الهضميه هي المحدد الاساسي لاختيار طريق اللي هو تقديم الدعم التغذوي، اذا كانت القناه الهضميه فانكشنال او شغاله مباشره انا برجع للانترال نيوتريشن. لكن اذا كان في عندي مشكله في القناه الهضميه ساعتها بنلجأ للبرنترال نيوتريشن بشكل اساسي. دائما يفضل عندي اللي هو الانترال نيوتريشن على البرنترال نيوتريشن سبورت. ليش؟ لاكثر من سبب. اول سبب عندي البرنترال نيوتريشن از مور سيف، فيور كومبليكيشنز، ليس اكسبنسيف. الشغله الثانيه في الانترال نيوتريشن انا نوعا ما بحافظ على اللي هو الفانكشناليتي تبعت القناه الهضميه، يعني طول ما انا بعطي المريض او مده بالنيوتريانت او سبيسيفيك فود عن طريق القناه الهضميه بحافظ على اللي هو تضل فانكشنال او تضل شغاله، بحيث انه يصير في عندي اللي هو عمليه الهضم والامتصاص والاخراج. اذا حسب طبيعه القناه الهضميه ووظائفها، اذا القناه الهضميه عندي فانكشنال بتقوم بوظائفها بلجا للانترال نيوتريشن. لكن اذا كان في عندي مشكله في القناه الهضميه اللي هي المحدد الاساسي لاختيار طريقه التغذيه، بستخدم البارنترال نيوتريشن بشكل مباشر، لكن بيكون بفتره زمنيه هو قصيرة جدا. الآن اللي بيساعدني على اختيار أو تحديد الطريق التغذوي عندي أو طريق اللي هو تقديم الدعم التغذوي هو عبارة عن النيوتريشنال ستيتس، يعني هذا التشارت أو الفلو شارت اللي احنا بدنا نشوفه هو عبارة عن بعض الأسئلة اللي ممكن تساعدني لاختيار طريق النيوتريشن سبورت للمريض اللي عندي. أول شغلة بسألها هو النيوتريشنال ستيتس اللي عندي، هل هي أدكوت أو نوت أدكوت؟ إذا النيوتريشن ستيتس تبعت المريض، الحالة التغذوية تبعته عن طريق اللي هو عملية النيوتريشن اسسمنت، إذا النيوتريشن ستيتس عندي أدكويت، ساعتها أنا بقول إنه الأورال دايت، يعني تناول الطعام، تناوله انتيك عن طريق الفم، هو اللي بيكون عندي الخيار الأول أو الخيار الرئيسي. طبعاً بعطيه اللي هو الأورال دايت وبعمل عملية اللي هو ري اسسمنت، بعمل إعادة تقييم بشكل دوري للمريض. ممكن أنا أستعين بإعطاء بعض اللي هو السوائل الوريدية عشان نحافظ على الهايدريشن ستيتس تبعته. تمام؟ لكن اذا المريض النيوتريشن ستيتس از نوت ادكويت تبعته، بدي ابدا الان المريض اوقف له كل الادويه اللي عنده وابدا انا اختار اللي هو طريق الفيدنج تبعه، يعني كيف بدي اعطيه اللي هو الدعم التغذوي اللي عندي. طبعا اللي بيعتمد اللي هو الدعم التغذوي او الفيدنج راوت اللي عندي على اللي هو الجي اي تي، هل هي فانكشنال اور نوت. اف ذا بيشنت هاز ا فانكشنال جي اي تي، ساعتها بدي اروح انا اطلع على ايش، على الابيتايت، نشوف الشهيه تبعته وقدرته على تناول الطعام. If the patient has normal appetite and he is physically able to eat، تمام، بنعطيه اللي هو الاورال دايت،
ياخذ الطعام عن طريق الفم، او حتى بنعطي له اللي هو oral supplement عن طريق الفم. if the patient is not able to eat، ساعتها بروح انا اختار له ايش الانترنيوتريشن باي تيوب فيدنج، يعني بعطي له اللي هو التغذيه الانبوبيه. تمام. طيب if the patient has not functional GIT، القناه الهضميه تبعته مش شغاله، تمام، بروح انا الجا لمين؟ الجا للتغذيه الوريديه. في عندي نوعين من التغذية الوريدية، في عندي اللي هو الـ peripheral vein and central vein، يعني بنسميه اللي هو الـ peripheral vein الوريد اللي هو الطرفي أو الوريد المركزي. مين اللي بيحدد أنو نوع من أنواع اللي هو التغذية الوريدية أستخدم؟ اللي هو severity of malnourishment اللي عند الـ patient، وأيضا اللي هو إيش الـ time أو الـ length تبع الـ parenteral support. إذا أنا بدي أعطيه اللي هو الـ nutrition support أو الـ parenteral nutrition support لفترة زمنية قصيرة، والمريض عندي نوعا ما المال نورشمنت تبعته نوت سيفير، بروح بستخدم البريفرال فين. لكن اذا انا ناوي اعطي له او يعتمد على البرنتال نيوتريشن لفتره زمنيه طويله اند ذا بيشنت از سيفير للمال نورش، ساعتها بنستخدم اللي هو السنترال فين نيوتريشن. تمام. اذا هذا الفلو شارت عندي اللي انا باخذه بعين الاعتبار لما اختار هو طريق او التيوب فيدنج او الفيدنج راوت عندي للبيشنت اللي انا بدي اتعامل معه. الجزئية الأولى عندي في محاضرة اليوم هي عبارة عن الانترال نيوتريشن. زي ما حكينا احنا قبل شوية انه الشخص اللي فيه عنده فانكشنال جي اي تي اللي بيقدر يعني القناة الهضمية عنده شغالة بشكل طبيعي، لكن مش قادر يقابل احتياجاته التغذوية او احتياجاته من العناصر الغذائية عن طريق اللي هو تناول الطعام التقليدي، هذا بيكون عندي مرشح انه انا استخدم له الانترال نيوتريشن سبورت. تمام. اذا الانترال نيوتريشن او الانترال فيدنج دائما بفضلها على البارنترال نيوتريشن او البارنترال فيدنج. ليش؟ لانه هي بتساعد على عمليه تحفيز او الحفاظ على وظيفه القناه الهضميه سواء كانت هضم او امتصاص او اخراج. ايضا في عندي انا فيور كومبليكيشنز، يعني عندي اللي هو المضاعفات بتكون عندي اقل، وايضا مهمه جدا هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن less expensive or less costly، اقل تكلفه من البارنترال نيوتريشن. بالمقابل في نفس الانترال نيوتريشن الاورال فيدنج تناول الطعام عن طريق الفم يفضل على التيوب فيدنج اللي هو التغذيه الانبوبيه اذا كان المريض عنده المقدره انه يشرب اللي هو الانترال فورمولا، يشرب اللي هو الفورمولا عن طريق الفم. ليش؟ لانه بمجرد انه يشرب الفورمولا هاي بيكون في عنده اللي هو اقل ستريس، اقل توتر، بالتالي اقل مضاعفات، وايضا هي برضه بنقول عنها اللي هو اقل تكلفه من التيوب فيدنج. تمام. اذا في الانترال نيوتريشن انا في عندي الاورال سبلمنت او عندي التيوب فيدنج. دائما الاورال سبلمنت افضل من التيوب فيدنج، لانه تناول الطعام عن طريق او تناول النيوترينت عن طريق الاورال سبلمنت بقلل من الاستريس، بقلل من الكومبليكيشن، ايضا بقلل من اللي هو الاكسبنس او الكوست تبع التيوب فيدنج. طب كيف احنا ممكن نساعد المريض انه نحسن من الانتيك اورالي او الاورال سبلمنت هذه؟ كيف نحسن من تناولها عن طريق الفم؟ في عندنا هو اكثر من يعني طريقه ممكن احنا نخلي المريض يقبل او يتحسن اللي هو تناوله من الفورمولا او التركيبات اللي بتعطى عن طريق الفم. على سبيل المثال بنخلي المريض برضه اللي هو يختار الفورمولا اللي هي بيحسها مناسبه له، تمام، او مناسبه لي، يعني يشارك في اختيار هذه الفورمولا بنفسه. ممكن احنا نعمل عمليه اللي هو التقديم للفورمولا بشكل يعني يلفت المريض او يلفت انتباهه او يجذبه، بنخلي المريض هو يعمل تذكير انه يتناولها او يشربها عن طريق الفم. ممكن احنا نحطها بكوبايه بشكل لافت او بشكل جاذب للانتباه. احنا هنا نقصد اللي هو مريض بيتناول عن طريق الفم لكن ما بيتناول كونفنشنال فود، بياخذ اللي هو الفورمولا نفسها التركيبه هذه اللي انا ممكن احطها عن طريق الانبوب لكن بياخذها وبيشربها عن طريق الفم. ممكن المريض اذا بيلاقي اللي هو الرائحه تبعت الفورمولا از نوت اكسبتبل اور نوت ابيلينج، ممكن احنا نحاول نعملها ماسكينج او نغطي الريحه هذه او نضيف لها بعض الروائح. ممكن نحط المريض على سبيل المثال نحط اللي هو الفورمولا ان ايس اور تو سيرف ان ا كولد جلاس. ممكن المريض اللي عنده فقدان للشهيه بنعطي له اللي هو الفورمولا بجرعات بسيطه او جرعات قليله بحيث انه يقدر هو يتناول عليها، ما احطهاش كلها مره واحده او دفعه،
واحدة، في عندي أكثر من فكرة أو أكثر من طريقة أنا من خلالها بحاول أنه أنا أعطي الانترال فورمولا عن طريق الفم بحيث أنه يتناولها أورال، وهيك أنا بكون قللت من المضاعفات اللي بتكون ناتجة من تناول الانترال فورمولا عن طريق هو التيوب فيدنج أو التغذية الأنبوبية. مين المرشح للتيوب فيدنج أو تناول التغذية الأنبوبية اللي هي مباشرة بنحطها احنا في المعدة أو الأمعاء؟ طبعا أنا في عندي specific candidates for tube feeding، من ضمنهم على سبيل المثال اللي هو severe swallowing disorder، المريض اللي بيكون في عنده مشاكل حادة في الابتلاع، يعني المريض اللي بيعاني من مشاكل في الابتلاع اللي هو ما بيقدر يبتلع اللي هو الأورال feeding عن طريق الفم، ساعتها احنا بنلجأ للtube feeding بشكل أساسي. طيب البيشنت الثاني اللي هو بيقول عنه يعاني من مشاكل في حركة اللي هو الأبو جي آي، القناة الهضمية العليا اللي عبارة عن المعدة وحتى السمول انتستين، إذا في عنده decreased motility أو ضعف في حركة القناة الهضمية سواء كانت المعدة أو الأمعاء، طبعا مش هيصير في عنده عملية الهضم أو حتى عملية الامتصاص، وبالتالي إحنا بنلجأ لمين؟ بنلجأ للتيوب فيدي. إذا في عنده جي آي أوبستراكشن، في عنده الوسادات في القناة الهضمية، تمام، اذا في عنده بعض اللي هو العمليه الجراحيه اللي اجرت في القناه الهضميه، اذا يعاني من فقدان للشهيه او ضعف في الشهيه لفترات زمنيه طويله، هذول المرضى بشكل اساسي هم يعتبروا مرشحين مثاليين للي هو التغذيه الانبوبيه اللي بنسميها احنا انترال نيوتريشن. برضو اذا كان في عند المريض هذا احتياجات تغذويه عاليه جدا، اكستريملي هاي نيوترينت ريكويرمنت، والاحتياجات هذه ما بقدرش انا أقابلها بالتغذية أو الأورال نيوتريشن بشكل طبيعي. إذا المريض هذا على جهاز التنفس الصناعي الميكانيكال فنتليشن، يعني هو داخل تحت الواجهة الانشعاش أو اللي هو الجهاز التنفس الصناعي، ما بقدرش أعطيه التغذية عن طريق الفم. إذا على سبيل المثال في عنده مشاكل عقلية، على سبيل المثال في عنده اللي هو نيورولوجيك ديس أوردرز، مشاكل عصبية بتمنعه من اللي هو ابتلاع أو تناول الطعام عن طريق الفم، في عنده اللي هو تشوه ذهني، او بشكل بسيط هو اسكوماتوز بيشنت يعني داخل في غيبوبه، اذا اي مشكله بتخلي المريض مش قادر اللي هو يبتلع الطعام او يهضم الطعام، وبالتالي مشاكل في الابر جي اي، هذول يعتبروا مالهم الكانديديتس فور تيوب فيدنج واتسوفر. طيب ايش هي موانع التيوب فيدنج الكونترا اندكيشن، يعني في الحالات اللي انا ما بقدر اعطي فيها المريض تيوب فيدنج بالمره بالمطلق؟ في عندي اللي هو سيفير جي اي بليدنج، لما المريض يكون يعاني من نزيف حاد في القناه الهضميه، لما يكون في عنده مثلا فوميتنج او دايريا، غثيان او تقيؤ بشكل عالي جدا، لما يكون في عنده سوء امتصاص بشكل كبير جدا، ما بيكونش عندي فايده انه اعطيه تيوب فيدنج. إذا كان عندي برضو هاي اوتبوت فيستولا، اللي هي الفيستولا عبارة عن البوب، عملية اللي هو إخراج محتويات القولون، إضافة إلى إنه بعض الدراسات بتقول إنه المرضى اللي بنحطهم تحت التيوب فيدينج إذا ما كانش في عنده ريسك بروتين انرجي مال نيوتريشن نتيجة عدم قدرته لتناول الأدكوت فود على الأقل 7 أيام، هذا ممنوع أنا أحطه تحت التيوب فيدنج. بمعنى أنه إذا كان متوقع احتياجه من نيوتريشن سبورت أقل من 5 ل7 أيام، هذا يعتبر إيش؟ كونترا إنديكيتد. بمعنى أنه المرشح ياخذ التيوب فيدنج على الأقل أنه يفترض أنه يعاني أو متوقع أنه يعاني بروتين انرجي مال نيوتريشن نتيجة عدم قدرته لتناول الطعام لفترة زمنية على الأقل 7 أيام. أقل من هيك يفترض أنه إحنا ما نحطوش تحت الـ تيوب فيدنج، وبالتالي نحاول معاه عن طريق اللي هو الأورال نيوتريشن سبورت. التيوب فيدنج راوتس اللي هي طرق التغذية الأنبوبية، في عندي أكثر من طريق وكلها بتعتمد على عدد من العوامل، من ضمنها الحالة الصحية للمريض نفسه، الـ expected duration of tube feeding يعني الفترة المتوقعة انه انا اضع فيها الانبوب عند المريض،
وأيضا اللي هو باخذ بعين الاعتبار الكومبليكيشن أو المضاعفات لكل طريق أنا ممكن أختار فيه التغذية الأمومية. عندي على سبيل المثال أكثر من نوع من أنواع التيوب فيدينج. في عندي الأنبوب اللي يوضع من الأنف وبيوصل للمعدة بنسميه نيزو جاستريك بليسمنت، نيزو جاستريك بليسمنت. إذا امتد لحديت الديودينم الاثنى عشر بنسميه نيزو ديودينال بليسمنت، وإذا امتد للمنطقة الأخرى اللي بنسميها الجوجينال بنسميها نيزو جوجينال بليسمنت. تمام؟ إذا هذه بنقول عنها ترانس نيزل فيدنج تيوب بليسمنت. ترانس نيزل يعني بتمر عبر الأنف وبتوصل سواء كانت المعدة الاثنى عشر أو حتى المنطقة اللي بعديها. نوع آخر بنسميه انتروستومز. انتروستومز يعني أنا بحط بثقب مباشرة عبر الجلد جدار البطن ويوصل للمعدة أو حتى الأمعاء. هذا بنسميه في المعدة جاستروستومي، جاستروستومي. وإذا بيوصل للجوجنم في الأمعاء الدقيقة بنسميه جوجنوستومي. إذا بشكل عام في عندي ترانس نيزل فيدينج، في عندي انتروستوميز، هذول هو الميجر تيوب فيدينج جراوندز. زي ما احنا شايفين هذا هو عبارة عن جاستروستومي بيمر عبر جدار البطن، هذا بنسميه هو الترانس نيزل، ترانس نيزل فيدينج تيوب. إذا في عندي الجاسترو انتستينال اكسس التيوب فيدنج راوت، في عندي التيوب فيدنج هذه في الغالب بتكون لأقل من 4 أسابيع، وحسب اللي هو الطريق اللي احنا بنوصل له عن طريق التيوب، يعني بتكون نيزو جاستريك او نيزو انتستينال راوت، يعني بتمتد عن طريق اللي هو الانف للمعدة او من الانف للامعاء. والانبوب هذا بيمتد الى القناة الهضمية عن طريق الانف، عشان هيك سميناه نيزو جاستريك او نيزو انتستينال. طبعا النيزو جاستريك هو عبارة عن إدخال الأنبوب من الأنف إلى المعدة نهايته، والنيزو ديودينال أو النيزو جوجينال هو عبارة عن طريق السمول انتستين سواء كان بينتهي في الاثنى عشر أو حتى الجوجينال. في حديثي الولادة يفضل إحنا نستخدمه هو الأورو جاستريك، أورو جاستريك عن طريق الفم هو أفضل من الترانس نيزل رود، لأن الطريقة دي بيكون نوعا ما اللي هو نوت فيتنج أو ضيق جدا. في بعض الأحيان ممكن إحنا نوصل أو ندخل للستومك أورال انتستين دايركتلي دايركتلي، وهذا إحنا بنفضل لما يكون عندي التغذية الأمومية بتستمر لفترة أكثر من 4 أسابيع، أو في بعض الأحيان لما يكون عندي مش قادر أدخل للقناة الهضمية عن طريق النيزو انتستينال راوت، وهذا إحنا بنسميه الانتيروستومي أو الجاستروستومي أو الجوزيروستومي، اللي عبارة عن الانتستينوستومي بحيث أنا بعمل عملية اللي هو دخول مباشر عن طريق الجدار البطن للمعدة أو حتى الأمعاء في تغذية مباشرة. العوامل اللي من خلالها أنا بدي أختار اللي هو الانترال فيدنج راوت بيعتمد بشكل أساسي، وهذا مهم جدا، اللي هو عبارة عن الديوريشن اوف تيوب فيدنج. الترانس نيزل اكسس لما تكون عندي التغذية الأنبوبية أقل من 4 أسابيع، وفي الانتيروستومي لما تكون عندي أكثر من 4 أسابيع. إذا مباشرة في الانتيروستومي إذا كان عندي الـ anticipated duration of a tube feeding is more than 4 weeks. But the transnasal access إذا كانت الـ anticipated عندي اللي هي عبارة عن less than 4 weeks. في الـ gastric feeding سواء كانت nasal gastric أو gastrostomy tube بيفضل دائما إنه أنا أدخل الفورمولا للمعدة أفضل من الأمعاء. ليش؟ لانه المعده هي بتتحكم في معدل توصيل النيوترينت اللي بتدخل للامعاء، يعني دائما قدر المستطاع احنا نحاول نحاكي او نشابه الحركه الطبيعيه لجسم الانسان. تمام؟ يعني احنا بنفضل انه يكون عندي اللي هو الجاستريك فيدينج افضل من الانتستينال فيدينج، بحيث انه احط اللي هو الفورمي عن طريق الوريد او حتى عن طريق الانتروست مباشرة في المعدة، والمعدة هي بتتحكم في معدل توصيل هذه النيوترينت للأمعاء. لكن ناخد بالنا إذا المريض كان في عنده هاي ريسك اوف اسبيريشن. اسبيريشن هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن رجوع محتويات المعدة ودخولها إلى الرئتين. ساعتها أنا برجع مباشرة إلى أن أحط اللي هو التيوب مباشرة في الأمعاء وأبتعد عن المعدة قدر المستطاع. طبعا هذا هو عبارة عن مقارنة ما بين أنواع اليوتيوب فيدينجز أو طرق اليوتيوب فيدينجز بأنواعها المختلفة، سواء كان هو الأدفانتجز أو الديس أدفانتج، سواء كانوا عبارة عن ترانس نيزل
كان في عندي النيزو جاستريك، كان في عندي لو النيزو ديودينال او جيجينال، او حتى الانتروستمي بشكل مباشر جاستروستمي او جيجينوستمي، سواء كان مميزات او حتى مسوحات الطريق. الآن بالنسبة للأنابيب اللي احنا ممكن نستخدمها في عملية التيوب فيدينغز، طبعا هو عبارة عن أنبوب، الأنبوب هذا يعتبر فليكسيبل مرن، يعتبر لو سوفت لين، العوامل اللي من خلالها احنا ممكن نختار التيوب بتعتمد على عوامل العلاقة بالبيشنت نفسه، زي اللي هو عبارة عن عمره، أيضا حجمه، ايضا بيعتمد على هو الطريق اللي من خلاله بدي انا اعمل عمليه ادخال للفورميلا اللي عندي، وايضا بتعتمد بشكل اساسي على الفيسكوزيتي او لزوجه الفورميلا. طب كيف تختلف التيوب عن بعض؟ تختلف في الديامتر، الديامتر هو القطر اللي عندي. طبعا الديامتر بيتم قياسه بالفرنش يونت، على سبيل المثال 1 فرنش يونت تقريبا 12 مليمتر، 12 فرنش يونت هو 4 مليمتر، يعني كل ما كانت عندي الفورميلا مور ثيك او مور فيسكوس احنا بنختار اللي هو القطر تبع الانبوب بيكون عندي اوسع شوي. في بعض الاحيان ممكن استخدم اللي هو الدبل لومن تيوب، دبل لومن تيوب يعني الانبوب نفسه فيه اللي هو انبوبين جواته، بحيث انه احنا بنعمل عمليه اللي هو انتستينال فيدنج اند جاستريك ديكمبريشن، يعني انا بحطه هو الفورميلا عن طريق انبوب، والانبوب الثاني بعمل له تفريغ لمحتويات او بعمل تفريغ للضغط اللي بيصير داخل القناه الهضميه. هذه هي عبارة عن أشكال التيوب اللي ممكن نستخدمها في طرق مختلفة عن طريق الترانس نيزال تيوب فيدنج. طيب الآن نتكلم عن الـ types of internal formulas. الفورمولا اللي احنا نعطيها عن طريق الأورال أو الإنترنال بشكل عام في لها أكثر من نوع. على سبيل المثال في عندنا الستاندرد فورمولا، ستاندرد فورمولاز، هذه ممكن برضه نسميها بوليميريك فورمولا. هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن فورمولا تقدم للانديفيدجوالز او المرضى اللي عنده القدرة انه يدايجست اند ابزورب نيوترينت وذاوت ديفيكالتي، يعني قادر انه يعمل عملية اللي هو هضم وامتصاص، لان النيوترينت اللي بتنعطى له ما فيش فيه عنده اي مشاكل. هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن فورمولا بتحتوي على بروتينات، يعني البروتين هذا عبارة عن بروتين سليم كامل 100%، البروتينات اللي بنلاقيها متاخدة او مستخلصة من الحليب او حتى الصويا، او حتى عبارة عن ايش؟ عبارة عن كومباينيشن ما بين اللي هو اكثر من بروتين ايزوليتس، اللي هو عبارة عن البروتين المستخلص من الطعام. بتحتوي برضو على اللي هو الكربوهيدرات والمصادر المختلفة، على سبيل المثال اللي هو ستارشز، على جلوكوز بوليمرز اللي هو المالتودكستري على سبيل المثال، وبعض اللي هو السكريات، وممكن برضو تحتوي يعني ممكن حنسميها زي ما حكينا قبل هيك اللي هو بلندرايز فورمولا. بلندرايز فورمولا هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن طعام كامل هول فود، وعملية اللي هو ضرب مضروب بالخلاط او هو البيوريد ميت وخلافه. اذا هذه الستاندرد فورمولا او البوليمريك فورمولا المريض ما فيش في عنده مشاكل في الهضم والامتصاص، لكن في عنده مشكله في البلع او مشكله في تناول الطعام. طيب النوع الثاني من انواع الانترال فورمولا هي عباره عن الاليمنتال فورمولا، ممكن نسميها احنا هيدرولايزد فورمولا، ممكن نسميها كيميكالي ديفايند، ممكن نسميها مونوميريك فورمولا. طبعا هاي الفورمولا عبارة عن مين؟ عبارة عن فورمولا بنوصفها للمرضى اللي في عندهم مشكلة في اللي هو الوظائف الهضمة حتى وظائف الامتصاص، تمام؟ طبعا ليش بتحتوي؟ بتحتوي بشكل أساسي على بروتين وبتحتوي على كربوهيدرات، لكن هدول ما لهم؟ هدول عبارة عن ايش؟ partially hydrolyzed partially broken to fragments، يعني مكسرين او صاروا عم يتروا ايش؟ تحليل جزئي، بحيث انه ما بتتطلبش نوعا ما لاي نوع من انواع الهضم، تمام؟ طبعا هذه الفورمولا قدر المستطاع بنلاقيها اللي هو قليله في الدهون. في عنا على سبيل المثال كمان اللي هو سبيشالايزد فورمولا او بنسميها برضه ديزيز سبيسيفيك فورمولا، يعني عبارة عن فورمولا، ما لها الفورمولا هاي designed to meet the specific nutrient needs of the patient with a particular illness، يعني مصممة أنها تقابل احتياجات المريض التغذوية لنوع معين من المرض. على سبيل المثال انترا الفورمولا هذه ممكن نعملها لواحد في عنده ليفر ديزيز، في عنده كيدني ديزيز، في عنده لونج ديزيز، أو حتى عنده
جلوكوز انتولرانس، في عنده ميتابوليك ستريس واتس ايفر. Then a specialized formula specialized to meet nutrient needs for a patient with a particular illness. طب اخر نوع بنقول عنه اللي هو المودولار فورمولا. مودولار فورمولا طبعا هذول النوع من الفورمولاز تم تصنيعهم من ماكرو نيوتريانتس بنسميهم اللي هو الموديولز. موديولز طبعا هذول بنحضرهم للمرضى اللي بيكون في عندهم requirement for specific nutrient combination. يعني بيكون في عند المريض هذا بيحتاج specific combination ما بين انواع معينة من الماكرو نيوتريانتس عشان يعالج اللي هو الالنس او المرض تبعه.